هو رياضية الزميلة الصحفية نهار في أبرز العناوين والصحف طبعا الصادرة صباح اليوم، سواء صحف ورقية أو مواقع رياضية، والزميلة العزيزة نهوان دسري المتواجدة حاليا على الكنبة اللي جنبي. ماشي كريم، خلينا نعرف نقول الصحافة النهاردة. فقرة الصحافة العملية بيتي النهاردة، ساعدني إن أنا أقول الصحافة بعد إذنك. ماشي، خلينا نبدأ مع حضراتكم من جريدة الشروق. زي ما كنت بقول، بجد كل الصحف تقريبا والمنشطات الأساسية بتتكلم عن المنتخب، والسوشيال ميديا قالت إيه، وردود الأفعال عامة، والجاليات العربية والمصرية، ويعني الجماهير كلها اللي بتساند أو بتشجع منتخب مصر. خلينا نبدأ بجد من الشروق. كان المنشط كده بيتكلم: بعد احتلال المركز الثاني بكأس الأمم الإفريقية، اتحاد الكرة بيجدد الثقة في كيراش وجهازه المعاون. خلي بالك المنشط ده كان غير واضح يمكن من 3-4 ماتشات فاتت، لأن من 3-4 ماتشات فاتت ما كانش في حد فاهم هل أصلا كيراش هيوصلنا لهذه النقطة أم لا، هل أصلا كيراش هينال ثقة الجماهير المصرية أم لا، هل كيراش هو مكمل معانا ولا لا. الناس كانت إلى حد ما كانش عندهم رضا، ولكن بعد كذا ماتش، بداية من كوت ديفوار للسنغال، ابتدى الوضع يختلف 180 درجة. الناس أصبحت عندها رضا عن أداء كيراش، ابتدى كيراش نفسه يندمج أكتر مع الطابع المصري واللعيبة. في اختلاف جذري حصل في بجد آخر 4 ماتشات. فالمنشط ده يمكن لو كان كتب يا كريم قبل ماتش الكوت ديفوار، اعتقد كان حينال يعني ردود افعال اكثر من سيئه، لكن دلوقتي اعتقد ان هو ما فيش حد معترض على فكره هنا تجديد الثقه في كيراش مره ثانيه. وانت بتتكلمي على ان هو ابتدى يتطبع بطباع المصريين، في صوره ليه لما كان قاعد على ركب ورفع ايديه في السماء، كميه التعليقات اللي كتبت عليه، هو اللي هو كشفت راسي وفوضت فيك الامر لله. كان في ماتش الكاميرون لو انا مش غلطان مع الحكم، مهم يعني. طبعا سيادة الرئيس أشاد زي ما حضراتكم عارفين وتابعتوا بيه اللاعبين، وأكد على استمرار الثقة فيهم. دي طبعا ليها يعني برضو انعكاسات إيجابية جدا. النقطة الثانية، أنا شفت بقى الفيديو الخاص بوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وراح زار اللعيبة واتكلم مع محمد صلاح واتكلم معاهم، واداهم زي سبيتش كده تحفيزي: مفيش مشكلة، اللي حصل حصل، احنا لسه عندنا ثقة فيكم، انتوا تقدروا تقدموا أكتر للشعب المصري، والشعب المصري منتظر منكم الأكتر، مفيش أي مشكلة، انتوا رجالة. فكانت كلها برضو رسائل اعتقد ايجابيه جدا. لو هننطلق بقى وننتقل للاخبار دلوقتي، هنتكلم بقى عن المنتخب ايضا والمباراه القادمه ذهابا وايابا. المنتخب بيتعهد بالثأر من السنغال في تصفيات طبعا المونديال، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يمكن امبارح كمان مع الاستاذ خالد في الفقره الاخيره. اكيد كلنا عارفين ان بعد خساره بيبقى فيه زي الثأر، زي ما احنا عارفين ان بالميراس برضو راجع لنا بالثأر، لان طبعا من المره اللي فاتت ان هو ما تأهلش واحنا اللي اخذنا المركز الثالث، فبيبقى فيه نوع من كده انا عايز ارد اعتباري طبعاً. انا عايز اثر لي المباراة. فإحنا متوقعين جدا ده، وعلى كل حال أكيد برضو السنغال متوقعة مننا ده. بس في المنشط ده بقى اللي عاجبني، أو في الخبر ده اللي عاجبني، حاجة تانية: تصريح خاص بكيراش. ده بيأكد لك قد إيه كيراش أصبح فعلا مختلف. يعني تصريح إحنا ما كناش واخدين عليه. كيراش: فعلنا ما بوسعنا. ومن مستهل الخبر بيقول أن كارلوس كيراش المدير الفني للمنتخب القومي قال: لقد فعلنا ما في وسعنا، كنا نتمنى إسعاد الجماهير المصرية وهذا الشعب، لكنها كرة القدم. أضاف بقى: لقد شعرت أن جميع اللاعبين أبنائي وفعلنا كل ما في وسعنا. هو قال ده أول ما رجعوا طبعا، أو وصلوا يعني المطار. ففكرة هنا شعرت أن كل اللعيبة أبنائي برضو، ده مش اللي احنا نعرفه عن كارلوس كيراش. وعارف برضو هو من جنسية مختلفة، وما بقاش فيه المشاعر اللي هي عندنا. وهو على فكرة هو ما صرحش بحاجة زي كده أصلا من ساعة ما جه، يعني ما كانش عنده تصريحات كده عاطفية وإنسانية شوية خاصة يعني بيه. نروح للجمهورية، وده بقى خاص الخبر ده بردود الافعال بس تحديدا من السوشيال ميديا. يعني رغم الخساره، وده اللي انا وكريم قلناه في بدايه الحلقه، اشاده بالنجوم على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. ده اللي انا هعيده تاني: انت قدمت حاجه محترمه لكن لم توفق، مش مشكله، على عكس ما تقدم حاجه سيئه وتوفق، ساعتها انا مش هبقى مبسوطه، ساعتها انا مش هبقى فخوره. فكان في اشاده كبيره جدا، كان في مسانده كبيره جدا، وكان زي ما بتقال الروح موجوده. فان شاء الله اللي جاي بقى ايه يترجم. ويعني عارف يا كريم، انا خلاص وثقت فيك رغم الابس اند داونز بتوعك، رغم الاخفاقات، فانا عايز بقى مردود او رد فعل تاني ليك انك تعوضني عن اللي فات. فهي دي اقل حاجه طبعا يستحقها او تستحقها الجماهير. نروح للشرق الاوسط،
ده يمكن موضوع امبارح خاص بالهلال السعودي والاداء الرائع اللي هو واصل ليه. وطبعا احنا اتكلمنا الهلال السعودي فيه لعيبه تقيله جدا ومحترفه يعني في اوروبا، ففريق تقيل، ناس بقى كتيره جدا عايز اقول لحضراتكم بتتكلم هل الهلال السعودي هيقدر فعلا ان هو ينافس تشيلسي وكمان تبقى منافسه قويه. ردود الافعال طبعا. او التوقعات ان ده هيحصل فعلا، انت مش هتروح تلاقي مثلا سكور 3-0 و4-0 والكلام ده مش هيحصل. الهلال السعودي فعلا فعلا يعني لا تقيل او طبعا. فرقه تقيله 6-1 يا جماعه 6-1 وجوال كلها ايه لوز صح. فده الخبراء، ده كلام الخبراء الكرويين اللي قالوا ان يعني ان كره القدم لا تعرف المستحيل، وربما يكون هناك تحدي يعني فار جدا زي ما بيتقال وين وين سيتويشن ما بين الهلال السعودي وتشيلسي. فعلى كل حال احنا هنتابع لان هي هتبقى مباراه اكيد قويه. كل الشكر.